أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نزولا عند رغبة واحد العدد كبير ديال المشاهدين ديالنا اللي كيتواصلوا معنا وتيقول لنا ما كرهناش أن يتجرى واحد الحوار مع السي حسن. وبطبيعة الحال السي حسن كان في تواصل معنا منذ أيام، ولكن الظروف اللي خلاتنا ما قدرناش نجيو قبل من اليوم، ولكن الحمد لله من اللي قدرنا نجيو جينا كنجريو. جينا عندو المشرع بالقصيري فين كيقطن. اليوم جينا نسمعو القصة ديال حسن ونناقشو معاه بعض النقاط اللي طرحات في البلاغ ديال المديرية العامة للأمن الوطني من مورا الأرتيكل ديال صوت العدالة، وكذلك نطرحو عليه بعض الأسئلة اللي كيطرحها الرأي العام وباغي الإجابة عليها. سي حسن مرحبا بك معنا. مرحبا بك. ولا مرحبا بنا عندك. مرحبا بكم وألف مرحبا. الله يكبر بك سي حسن. سي حسن، إمتى بدأ المشوار ديال العمل ديالك في سلك الشرطة؟ السلام عليكم. بادئا بالبدء أشكر صوت العدالة على إرسال الصوت ديالي للرأي العام، وكنشكر الموقع من هذا المنبر هذا. حسن القرواني بدا المشوار ديالو سنة 2009 بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. هنا الحمد لله يعني كل شيء داز بخير وعلى خير. تمت يعني مجموعة من الأمور اللي عتوقع فيما بعد. بديتي العمل ديالك في سلك الشرطة في 2009. بدأت المهمة ديالك من البداية بالحراس الخاصين، حراسة الشخصيات المهمة وكذلك حراسة صاحب الجلالة. نعم. أولا بعد يعني كان واحد التدريب اللي هو تدريب في المعهد الملكي للشرطة، دام قرابة العامين، يعني نظرا لأحداث عرفها المغرب منها الربيع العربي، منها أحداث العيون، منها تفجيرات أرقانة من مراكش. هنا هاد الظروف هذا اللي كان كيمر بها المغرب، يعني ما استطعش المدير المعهد الملكي للشرطة يعني يقوم بتسريح الأفواج. الحمد لله هنايا تمت واحد 6 أشهر ساليناها في المعهد الملكي، التحقت بالمدرسة ديال فوارات أيضا في نفس المدينة اللي هي قنيطرة. هنا تقريبا دوزنا واحد المدة ديال عام، يعني عام وشهر وعام وشهرين. هنا كتجي واحد اللجنة يعني خاصة من مدينة الرباط اللي هي المصلحة ديال الأصفر الرسمية والحماية المقربة وفرقة التدخل الخاصة والمتفجرات، يعني قسم خاص بحماية الشخصيات الداخلية والوطنية والأجنبية، وعلى رأسهم صاحب الجلالة نصره الله. هنا تم الالتحاق ديالي بالمصلحة ديال الأصفار الرسمية اللي هي المديرية العام، مديرية الأمن العمومي ما يصطلع عليها بالديسبي. هنا الحمد لله كان واحد الاستقبال جيد من طرف المسؤولين. كانت واحد المجموعة ديال التدريب اللي هي تدريب مكثفة جدا، تدريب رياضية، تدريب على الرماية. هنا الحمد لله واحد المجموعة ديال ليميسيون اللي قمت بهم يعني مع سيدنا من سنة 2011 حتى 2013 اللي عتوقع فيه الحادثة، اللي واحد النهار يعني تم تكليفي يعني بمهمة أنا والزملاء ديالي إلى مدينة طنجة. كانت هذيك الساعة سيدنا غادي يعطي انطلاقة ديال طنجة الكبرى. إلا واحد النهار يعني تقريبا قرابة سيمانة احنا مدينة طنجة، إلا أننا كنستشعروا بواحد البرقية بموجبها أننا نلتحقوا بمدينة الدار البيضاء، يعني نهار الحد. هي هذيك نهار الحد الصباح صنع علينا المسؤول قال لك اودي حنا غنتوجهوا لمدينة الدار البيضاء للتوجه إلى المطار، يعني في استقبال جلالة الملك نصره الله وحفظه. هنا افطرنا في مدينة طنجة، توجهنا إلى السيارة، شدينا الطريق.
سدينا الطريق تقربنا ندخلوا مدينة القنيطرة يعني محطة الأداء ديال القنيطرة. أذكر بالضبط واحد الدوار سميتو نخاخصة. هاد الدوار هذا هو اللي هنا اللي توقع العملية ديال الحادثة. هنا بالضبط في هاد الوقيته ديال الحادثة سمع واحد داوي واحد انفجار ديال ثقب إطار ديال العجلة الخلفية اليسرى. مما يعني خرج بالسيارة يعني بواحد التدحرج والتقلب والتقلب هذا تطحنا في واحد البيست اللي هو رملي طاحت عليا الطوموبيل. وهذا من بعد يعني وقع واحد انكسار على مستوى عمود فقري جوج يعني في هذيك الوقيته صار بلاص تهرس ليا الفقرات في العمود الفقري تهرسوا لي تهرس ليا بالضبط. هنا في هذه اللحظه هذه يعني جاوا الناس ديال الدوار مساكن خرجونا يعني الله يجازيهم بخير. حنا كنتسناو الاسعاف لانه يوم الاحد صعيبه شويه ان هذه المساله هذه خدات واحد القرابه ديال واحد الوقت بزاف. في هذه الوقيته اللي كنتسناو حنا الاسعاف كان الزميل ديالي حدايا يعني طايح حتى هو حدايا مسكين السيد الشرطي ديالنا سعيد حيدود اللي توفى جراء هذا الحادث هذا اللي هو حادث مميت خطير. حتى ان توفى سير بلاص ولا حتى دخل المستشفى الادريسي القنيطره. ولكن هذا الشيء هذا بسبب يعني تاخر وصول الاسعاف في هذه الفتره هذه نظرا للبعد حيت هنايا يعني حتى استشعار ديال 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 الناس ديال الوقايه يعني ما كاينش اللي استطاع انه يدير الوقايه لان الحد حتى الطوموبيلات اللي غاديين ولا شي حاجه قليله ما كاينش وخاصه الصباح حتى كتعرف الصباح نهار الحد كيفاش كيكون. هنا تقريبا حنا حتى العامل الزمني لعب معكم العامل الزمني لعب معنا بزاف. هنا كنتفاجئوا يعني بالناس ديالنا جاو يعني جاو لعين المكان وقاموا يعني بتب ديال السياره يعني الاطارات العجلات ديال السياره. حسن شكون اللي كان صايب انت ولا صاحبك؟ كان صاحبي هو اللي صايب. وانا هذا هو المشكل اللي انايا تنطرحو. انا كنت على اللور ما عندي حتى شي ندب في هذه الحادثه هذه وانا ما كنتحملش المسؤوليه ديال الحادثه. انا راكب اللور السيد هو اللي صايب. كنتي ناعس؟ من خروج ديالي المدينة ديال طنجه الصراحه كنت ماشي هذاك النعاس اللي متكي. حسن واحد السؤال يطرح، وصاحبك كان شارب ولا لا؟ لا يعقل بان الزميل ديالي غادي يكون شارب لان الزملاء ديالي كاملين الطوموبيل اللي كنا فيهم يشهد لهم بحسن الاخلاق ودراري يعني تبارك الله عليهم يعني ما كيشربوش. الحد الانسان يعني راه الصباح هذاك يعني حتى الوقت ديال اللي غندخلوا فيها في هذه المسائل هذه راه ما غاديش يتقبل حتى شي واحد نهائيا. كون كان علي نقدروا نقولوا هذه الاشياء هذه. وانا باش نقول لك واحد القضيه، انا راه معروف عند الاوساط الامنيه هما راه تيعرفوني. واصلا انا يا الزملاء ديالي اللي تنكون في السياره ما تيكونش في هذا النوع هذا. الحمد لله هزوك في الاسعاف. مشيتي في الاسعاف شنو وقع؟ مشينا دخلنا المستشفى الادريسي. المستشفى الادريسي هنا في المستشفى الادريسي يعني ما تلقاوش الطبيب ما تلقاوش هذا. كانوا في هذيك الوقيته يعني كنتسناو يعني شي مسؤولين اللي هما مسؤولين امنيين ديال مدينه القنيطره باش يشوفوا شنو يديروا مول الاسعاف، فين يمشي، فين يدخل، فين هذا، شنو يدير هذا. بالفعل جاوا وسولوني واحد الاسئله اللي من بينها واش انت شرطي، شنو الرقم المهني ديالك، عندك السلاح، عندك المينوط، فين هما هذا. فهذيك الوقيته ما تلقاتش نتكلم بجراء ديال الحريق وتماره والدار ديالي مهرس والطوموبيله يعني مديره على الدار ديالي مره يعني مضاغطه عليا. صافي ما ملي ما جاوبتوش جات وقيله تعليمات ديال السيد المدير العام انا ذاك السي بوشعيب الرمير عطى التعليمات ديالنا بالالتحاق للمستشفى محمد الخامس بالرباط اللي هو المستشفى العسكري. هنا ثاني كنوصلوا راه عارف ثاني المستشفى والحد وهذا دخلنا ليرجونس المستعجلات.
حيدوا لي الزجاج هذا، يدي مره بجوج طايحين مهرسين، حيدوا لي الدم من الزدر ديالي لانه تعثرت. خلوني حتى الصباح نظرا للطبيب اللي يدير العمليه، لانه ما كانش عايجي حتى نهار اثنين. درت العمليه صبيحه يوم الاثنين، يعني من التاسعه حتى الخامسه عاد طلعوني. مزيان، ملي خرجتي من العمليه حسن، خرجتي من لوبيتال درتي لاباس؟ إذا تكلمت على هذه المدة هذه بعد ديال النعاس ديالي اللي هي قرابة العام، راه فيها بزاف الحوايج، فيها بزاف المعاناة، فيها بزاف عام وتنعس في السبيطار. عام وتنعس. المعاناة، أنا غنسولك سؤال. واش كان اهتمام من المديرية العامة للأمن الوطني بحسن وهو ناعس في لوبيتال؟ الاهتمام من المديرية العامة للأمن الوطني الصراحة غادي نقولها، ما كلفوش نفسهم. العائلة ديالي جات من مدينة بلقصيري لمدينة الرباط، أنا حتى واحد ما سول فيهم، حتى واحد ما أعطاهم واحد الإقامة سكنية ولا أعطاهم واحد عناية ولا شي حاجة، تكلفوا بها غير الإخوان والزملاء ديالي جزاهم الله خيرا. كاين اللي عطى واحد القدر ديال المال في هذاك الوقيته هذا، وهما اللي كملوا به معايا الحياه ديالي وعاشوا به وكيصرفوا وهذا وكيخلصوا الكره. في ديك الفتره اللي انت ناعس في السبيطار، في هذيك الفتره المديريه العامه للامن الوطني ما كاين لا طلا. المديريه العامه للامن الوطني في المصلحه ديالي اللي انا فيها كاينه واحد السيد اللي مكلب السوسيال، اي مصالح مكلب بها السوسيال. المصلحه ديالي هو اللي كاين، يجي واحد السيد اللي مكلب بالسوسيال هو اللي كيجي كيطل شنو، هو اللي جمع لي هاد الفلوس هذه، هو اللي جمعها من عند الزملاء. هاد ديال السوسيال هو اللي جمع الفلوس من عند الزملاء ديالي باش يعيشوا والديك في ديك الفتره، باش يعيشوا والدي في ديك الفتره، ويجيبوا لي انا شي ادويه ويجيبوا لي شي حوايج. خرجتي من لوبيتال، الفتره ديال لوبيتال الادويه واش كنتي كتخلصها من جيبك؟ لا، ما كنتش كنخلصها من جيبي، كان مكلف بها المستشفى هو اللي مكلف بها. خرجتي من لوبيتال لقيتي راسك انك مقعد؟ لقيت راسي مقعد بعد اول حاجه انني في هذيك الفتره كي طلبت المديريه العامه للامن الوطني تقريبا في 3 ايام الاولى ديالي باش نزلت المستشفى، عرفت راسي انني صافي وليت مقعد ما غاديش نزيد. وانا راه ماشي، انا كنعرف بزاف الحوايج ملي استراسي مقعد، واحد المجموعه ديال الاطباء اللي صافي فهمت الامور ديالي بانني ما غاديش نتعالج، ففقدت الامل ديالي. قلت انايا طالبت المديريه العامه للامن الوطني انها تهزني وتديني لفرنسا ولا لالمانيا ولا اي دوله، وبلا ما نوصل انا كاع للمستشفى في هذيك الحاله اللي وقعت لي وعرفوني انني انا ولي مقعد، تما كان يهزو ويديوني شي دوله اوروبيه اللي نتعالج فيها. شفتك في واحد الفيديو كتقول ان هناك طبيب عسكري اللي جا وكياكد لك ان العلاج ديالك كاين على برا، وكان باغي يدير لك اشاره انك تمشي لبرا، ولكن طبيب اخر ما خلاش. شرح لي في هذه الحاله هذه، يعني هضرت مع الوالده والاخوه ديالي وهذه باش يمشيو يهضروا مع الطبيب ويعرطوا به وهذه، وقالوا له ودي عطينا غير الورقه باش يمشي هذا، راه لانه لا بشع يمشي على النفقه ديال المديريه العامه للامن الوطني، عطيه يمشي يتعالج والولد باقي صغير وما بغيناش نضيعوا فيه وهذه والمسائل وبزاف الحوايج. اول حاجه قبل ما نبقى في نفس هذه النقطه هذه، حتى ان الطبيب ملي كان يقول الاخوه ديالي راه العمل اللي اللي يدير دابا راه 5% ولا 10% ما تقدرش، يعني عاد سينيو كيسينيو على السينياتور ديال الوفاه بان واش تنجح ولا تنجح ولا ما تنجحش. المستشفى انه راه ما كيتحملش المسؤوليه، يعني تقريبا في كل عمليه شي 3 العمليات اللي درتهم انايا تيسينيو،
هنايا بعدا بعض القضيه باش العمليه الاولى ملي تيقول كسيني ربما هذا تما المديريه العامه تهزني تديني لاوروبا تعالجني. انا راه كنت في مهمه رسميه مع سيدنا ضحيت وعطيت كثر. حسن خرجتي من لوبيتال كاين شي لقاء مع المديريه كاين شي وعد كاين شي ملي خرجتي الفطره فاش يلاه خرجتي ملي خرجت مع لوبيتال هذه المساله هذه كلشي كيعرفها يعني ما غاديش نزيد راه امنيين وكيعرفوها. ملي خرجت من لوبيتال هزتني اسعاف ديال المصلحه جابوني حطوني هنا في الدار في الدار من تماك ولا شي واحد سول الا ملي تيكون الكونترول عندي كتجي مصلحه من 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 على مستوى المدينه ديالي لان الميساجات كتراسل المصلحه يعني مع 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 الطبيب في الوقيته اللي خاصو يدير الكونترول. صافي هما تيجيو هذاك النهار تيجيو يهزوني نجي ندير كونترول ورجع. حسن الفتره اللي كنتي دير فيها الكسيده واش بقيتي كتاخذ الصالير ديالك؟ الفتره اللي كندير فيها الكسيده كناخذ الصالير ديالي كيدوز ملي كناخذ الصالير ديالي كيدوز ليا بناء على الشواهد الطبيه اللي كتدفع كيدوز لك الصالير كيدوز ليا الصالير قرابه في 2016 كيتقطع من 2013 حتى 2016 من 2013 يعني تقطع واحد الفتره ديال تقطع في رمضان. يعني انا سولت قلت لهم علاش تقطع الصالير ديالي لان انا باقي عندي الشواهد باقي عندي بزاف الامور علاش قال لك سيدي القسم ديال الصحه شاف الحاله ديالك نظر في الحاله ديالك. اول حاجه انا مازال ما ساليتش الشواهد الطبيه ساليتش العلاج ديالك مازال ما ساليتش حتى الشواهد الطبيه ومازال ما ساليتش المده ديال حوادث الشغل اللي تيعطي فيها القانون خمس سنين ونهار. انا بعدا كون خلوني عاد استفاد ماديا من هذه المده هذه ديال خمس سنين ونهار حيدوها ليا حيدوا لك الصالير ديالك باش عوضوا لك عوضوا لي بإحالة على ريفورم أي تقاعد ب 799 درهم. علاش 799؟ علاش جاتك غير 799؟ 799 درهم داروا عدد السنوات يعني ملي بحات عدد السنوات اللي خدمت ضربوها في سالير دو باز. سالير دو باز في هذيك الساعة وقيلا 4000 درهم وشي حاجة هي اللي بقات لك. حسن المديريه العامه للامن الوطني شتي البلاغ ديالها؟ شتها. المديريه العامه للامن الوطني كتقول وعلاوه على المعاش الممنوح للموظف المذكور صافي دير ديك 799 والذي تبقى المقتضيات القانونيه والتنظيميه وحدها الكفيله بتقديره وتحديد قيمته فقد حرصت المديريه العامه للامن الوطني على تمكين الموظف المتقاعد من الدعم المادي والمساعدات اللازمة في العديد من المناسبات. تكلفت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظف الأمن الوطني بسداد مبلغ 104,156 درهم كمصاريف للعلاج بمركز للترويض بمنطقة بوسكورة وأداء فواتير أدوية بمبلغ 8208 درهم. نكمل حسن وجاوبني. واخ. واستفاد أيضا من رأس مال التأمين من عن العجز بقيمة 120,000 درهم ورأس مال نهاية الخدمة في حدود 9807 درهم فضلا عن مساعدات نقدية قدرها 20,000 درهم في سنة 2015 و15 ألف درهم في سنة 2016 وإمعانا في دعم هذا الموظف المحال على التقاعد لأسباب صحية قامت المديرية العامة للأمن الوطني
بتمكينه من مساعدة مالية إضافية قدرها 10,000 درهم في 27 نوفمبر 2018، وخمسين ألف درهم وكرسي آلي متحرك قيمته 23,310 في 30 نوفمبر من نفس السنة. كما استفاد أيضا من مبلغ 400,000 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن حادثة السير من طرف الشركة المؤمنة. واش هادشي وصلك حسن ولا لا؟ هادشي قريتو، قريتو الصباح، قريت هاد البلاغة هذا الصباح، هاد المناشير قريتها. شنو اللي فيه صحيح شنو اللي فيه ما صحيح؟ هاد المنشور هذا صادر عن المديرية العامة. وي. ناقشوا حالة بحالة ولا اللي بغيتي؟ سير دوز لي الحالة الأولى. التمكين ديالك من سميتو الور مؤسسة محمد السادس لموظفي الأمن سدات لك مبلغ ديال 104,000 درهم فاصلة 156 درهم كمصاريف للعلاج بمركز الترويض بمنطقة بوسكورة. يعني 104 هي 10 الملايين، 10,400,000 منطقة بوسكورة تال فرانك. أنا لا علم لي بهذا المبلغ، ولا علم لي أنني ذهبت إلى منطقة بوسكورة للترويض أو العلاج الطبي. ما درتيش الترويض في بوسكورة؟ ما درتوش. إلا عنده الدليل أنني دخلت لمنطقة بوسكورة، دخلت بفيديو أو لا بتقرير طبي أو لا بتقرير رسمي أنني دخلت لبوسكورة، أنا قدامه. راه تيقولوا الكاذب غير على الميت. أنا راه باقي حي. وأداء فواتير أدوية بمبلغ 8,000. كنتمنى من السيد المدير العام للأمن الوطني سي عبد اللطيف حموشي يفتح تحقيق في هذه القضية هذه ديال منطقة بوسكورة، لأنني أنا عمري ما مشيت منطقة بوسكورة نهائيا. ومبلغ 8,208 درهم كمصاريف ديال الأدوية، يعني 160 ألف ريال ديال المستشفى ديال لوبيطال. ما عرفتش هما دايرين كمصاريف الادويه. انا هما خلصوا، انا هادي هما خلصوا لوبيطال، انا ما خلصتوش لوبيطال اللي كنت ناعس فيه، انا ما خلصتوش. هما تكلفوا، هما تكلفوا به. اوكي. واستفاد ايضا من راس مال التامين عن العجز بقيمه 120,000 درهم. 120,000 درهم هي 12 مليون. توصلت به، توصلت ب 12 مليون. انا درت عمليه في الديار التركيه ب 15 مليون، عندي فاتوره وعندي دليل. ها هو تشي جهه من هذه الجهات هذه ما ساعدتنيش، ما ساعدتنيش المديريه العامه في تسديد ديون هذا المبلغ هذا، اولا مؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه لموظفي الامن. واخا. وراس مال نهايه الخدمه في حدود 9,807 درهم. توصلت به مزيان. فضلا عن مساعدات نقديه قدرها 20,000 درهم في سنه 2015. توصلت به. و 15,000 درهم في سنة 2016. توصلت بها. مساعدة مالية إضافية قدرها 10,000 درهم في 27 نوفمبر 2018. 10,000 درهم هي مليون. مليون. و 50,000 درهم وكرسي متحرك قيمته 23,000 درهم. بالنسبة للكرسي المتحرك، ها هو كرسي متحرك، انا ما استفدتش به ماديا، خديته فلوس، راه ما خديتهاش عا كرسي. لا هما قالوا القيمه ديالو 23,000 درهم. ولكن بلاتي، ولكن كاينه 50,000 درهم ديال القيمه ديال الكرسي. لا، و 50,000 درهم. 50,000 درهم. توصلت بها. وكرسي متحرك القيمه ديالو 23,000 درهم. والكرسي توصلت به، توصلت به، ولكن انا هاد القيمه هذه اللي تيقول، يعني انا راه ماشي خديتها ولا درتها ولا مهم. واستفاد ايضا من مبلغ 400,000 درهم كتعويض عن الضرر الناجم في عن حادثه السير من طرف الشركه المؤمنه. 40 مليون. هاد 40 مليون هذا يعني ديال لاسيرونس، يعني ماشي ديال المديريه العامه للامن الوطني. هذا المبلغ ديال الطوموبيل، ديال الطوموبيل ديال المحكمه هذا.
هذا توصلت به اصلا ان انا ما راضيش بهذا الحكم هذا ديال 40 مليون. عندي عجز 95%، الشركه تخرج لي 40 مليون ديال السهام، راه لا يمكن. بنادم راه كيمشي له عصب ولا كتمشي له شي حاجه ولا كيمشي هذا، راه كياخذ 200 مليون كيخرج 100%. 40 مليون انا هذه ديال لاسيرونس ديال المحكمه، يعني علاش المديريه العامه ما عطاتها ليش هي؟ ما استنفتيهاش؟ استنفتها، وماشي انا اللي استنفتها، استنفوها هما الناس ديال لاسيرونس هما اللي استنفوا. وشنو تحكم ثاني في الاستئناف؟ في الاول يعني كانت خرجت بواحد القدر قايله 85 ولا ما نعرف، في الاستئناف كيتنزل هذا القدر هذا ديال 40 مليون. الاستئناف طاحت؟ اه فطاحت. خديتها؟ خديتها. واخا. حسن، انت غير راضي على الوضع ديالك، اولا بمعنى اصح غير راضي على المعامله ديال المديريه العامه للامن الوطني للحاله ديالك؟ انا كان يعني انا الصراحه انا اناشد هنا، اناشد جلاله الملك بالانصاف ديالي. انا صحتي بشات ضاعت، انا هذا المبلغ اللي كيذكروه دابا هو انا هذا يعطيني شنو معايا يرجع ليا صحتي. المساعده اللي قاموا بها هي بشات، انا درت اوبيراسيون خاسر من جيبي، انا مقبل على الحياه، بغيت نستقر، بغيت نهز والديا، بغيت نجيب شي بنت الناس اللي تعاونني وتهزني. فين منين شنو؟ انا الماندا ديالي ما قادانيش هاد 700 درهم و99 ما قادانيش، باش غادي نعيش؟ حسن واش درتي شي شكايات؟ درت شكايات، تراسلت المديريه العامه للامن الوطني وعده مؤسسات، تراسلتهم من 2014 وانا كنراسل، عندي هما عندي الوثائق، راسلت لجميع المصالح المختصه في هذا الباب هذا وطرقت جميع البيبان. بخصوص نكمل لك، استجابه ولا ما كاين استجابه؟ بخصوص اللجنة المفادة من طرف السيد المدير العام للأمن الوطني، جاءوا عندي نهار الحد، جاءوا عندي وجاءوا تقريبا في حدود الثانية عشرة صباحا، تكلمنا هضرنا، قال لك سيدي شنو هما المطالب ديالك؟ قلت لهم أنا المطالب ديالي ذكرتها من 2015 وأنا كنراسل المديرية، 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 من عدة ولايات ومن عدة يعني مصالح ديال الامن، ما خليت اي حد. حسن اش المطالب ديالك في سميتك؟ راسلت المطالب ديالي انا في المراسلات ديالك، في المراسلات ديالي انا دابا حاليا. باش كنتي كطالب؟ كنطالب دابا حاليا في اخر لجنه مفاده من طرف السيد المدير العام، طالبت بالمقابله ديال السيد المدير العام للامن الوطني، لانني عندي شي امور باغي نقولها ليه. انا باغي نتقابل مع السيد المدير العام للامن الوطني، عندي امور يعني بغيت نوصلها ليه، لانني ما بغيتش نقول لهاد الناس هادو. باش كنتي كطالب انت في الشكايات ديالك؟ انا كنت كنطالب بالشكايات ديالي يعني بعده اشياء، من بينها انهم انا باقي واحد الشاب اللي كل يعني انا ماشي ساليت، انا السن ديالي 34 سنه، طالب ديالي كنت كنطالبهم بالعلاج، كنطالب بزاف الامور. دابا انا المطلب ديالي الوحيد هو مقابله السيد المدير العام، هذا هو المطلب ديالي. حسن، بالنسبه للاتهامات اللي كتهم رجال الامن، انت كتوفر على جميع الادله ديالك؟ ما غتخافش واحد النهار يدعيوك ولا شي حاجه؟ انا ما كنتهمش، انا ما كنتهمش، انا بغيت يفتح بحث تحقيق من جديد في القضيه ديالي، وبغيت السيد المدير العام ينصفني من بعد الله سبحانه وتعالى وجلاله الملك. انا كنطالب من الاب الحنون والعطوف على رجال الامن السي عبد اللطيف الحموشي يشوف من حالي وينصفني. سي حسن، كنشكرك بزاف على اللقاء ديالك بينا، وكذلك كنضموا صوتنا لصوتك، وكنطالبوا السيد المدير العام السي عبد اللطيف الحموشي انه
يفتح تحقيق في مسألة ديال المصاريف ديال العلاج ديال حسان في بوسكورة، لأن كاين فيها نفيا قاطعا، وحنا توصلنا بها من المديرية العامة للأمن الوطني فين كاين هذا اللبس، حتى حنا بغينا نعرفو. السي حسان كيقول ان السيارة هزات قبل ما يتفتح تحقيق. كنتمناو ان المسؤولين على هذه المسألة يتفتح تحقيق، وإلا كان هذا الشيء بالفعل كما كيقول السي حسان وعنده الأدلة على هذا الشيء، كنتمنى انه يتفتح تحقيق حتى في هذا الباب. واللي قام شي عمل غير مبرر إن الجزاء ديالو. كذلك نناشد المديرية العامة للأمن الوطني أن تشوف في المطالب ديال حسان، وتشوف أنه مازال شاب قادر يعطي، مازال شاب فيه الحيوية. الحمد لله في جميع المراكز الأمنية كنقدروا نلقاو ناس مقعدين وخدامين وما كانت عندهم حتى شي علاقة بالأمن، ولكن في إطار الإدماج دمجوهم. فبالأحرى رجل أمني سابق واللي دار أكسيدون وهو في مهمة رسمية، كنتمناو من القلب ديالنا أن السي حسان يتلاقى مع السي عبد اللطيف الحموشي ويحكي ليه المعاناة ديالو. ما كنظنوش أن السي عبد اللطيف غادي يخذلو في هذا النداء. أعزائي المشاهدين، كنا مع السي حسان اللي خلق ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، وبغى يوصل الصوت ديالو بأي وجه كان. كنتمنوا أن الصوت ديالو نكون وصلناه إلى أعلى مستوى، وطرحنا الأسئلة اللي طرحتوها، وطرحنا عليه أسئلة من عندنا. كذلك ناقشنا معه البلاغ ديال المديرية العامة للأمن الوطني. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.